أن يكونوا من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان، لا سيما هذه الثلة المؤمنة من الأخيار المودعة من وراء القضبان، إننا نحسبهم جنود الإمام صاحب العصر والزمان، وهو المتكفل برعايتهم وأن يفرج عنهم. تالي الإمام يخرج من مكة إلى أرض كربلاء وينادي بثار الحسين، وتشوف في زيارات مخصوصة إلى الإمام. لذلك يقول الرواة: دعا بحرقة قلب على ابن سعد، لعنك الله يا ابن سعد، وقطع الله نسلك كما قطعت نسلي في علي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. وبالفعل لما هيأه يقول الرواة: ودعه واحتضنا طويلا وسقط على الأرض. حرقة الفراق في قلب الحسين. ولما جهزه وكان أول القرابين أول الضحايا وتوجه إلى المعركة وواجه رجل يعد بألف فارس، بكر بن غانم، خشيت أمه أيعود ولدي سالما. ادخلي إلى الخيمة، ارفعي كفيك بالدعاء. وإجت ليلى ودخلت الخيمة ورفعت كفيها بالدعاء، وأنت الآن تدعوي ليلى ويا أم الأكبر، إن شاء الله دعواتكم مجابة، حوائجكم مقضية، ثغرانم وثعالم. وإذا برزت قصيني الأبطال، أبا الجائزة؟ قال: وما الجائزة يا غلام؟ قال: أريد شربة من الماء، فقد تفتتت كبدي من الرمى. إجل أبويا عظيمة، خاض في أوساطهم، خرج من أعراضهم وهو يرتجز ويقول: أضربكم بالسيف حتى ينتهي، ضرب نشاد ضرب غلام هاشمي العلم، والله لا يحكم فينا ابن خاض في أوساطهم، خرج من أعراضهم، بك بيديه على عنق الفرس، فسالت الدماء على عيني الفرس، أخذته إلى معسكر في زيان، تحت وشوه من كل جانب ومكان، هذا يضربه بسيفه، هذاك يطعنه برمحه، حتى قطعوه Oh.
Let it fall.